بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عمر الطحطاوي، رئيس تحالف المقاولين المصريين. التحالف يمكن مولود جديد ما يقرب من حوالي 15 سنة بالتحديد، إلا أن بفضل الله قدرنا نبقى حوالي 500 شركة على مستوى جمهورية مصر العربية. هدفنا حل مشكلة الإسكان في مصر وتشغيل عديد من شباب مصر لحل مشكلة البطالة. الفكرة جت في بداية الأمر، كنا ما يقرب من حوالي 8 شركات، 8 بيع و20، 20 بيع و40، قدرنا نوصل لحد 500 شركة. هدفنا حل مشكلة الإسكان في مصر بإيجاد وحدات سكنية مخفضة التكاليف لشعب مصر، ببناء وحدات سكنية 63 متر و85 متر و100 متر و140، أرعينا فيها شرائح المجتمع ألف وبه وجيم. عايزين نقول لوزارة الإسكان إن تحالف المقاولين المصريين اللي اتولد لي ما يقرب من حوالي 3 شهور قدر يعرض خطة استراتيجية ببناء 8 مليون وحدة سكنية، بواقع 1 مليون وحدة سكنية أول عام، السنة اللي بعديها 500 ألف وحدة سكنية، كل عام 500 ألف وحدة سكنية، بمعنى 1 مليون وحدة سكنية في 12 شهر على مستوى 27 محافظة، بواقع 37 ألف وحدة سكنية اللي بيقوم ببنائهم أبناء المحافظات المختلفة. مثال لو أنا حابن في سوهاج، يبقى أصحاب الشركات اللي من سوهاج هم اللي حابنوا فيها، وكذلك العاملين. ويمكن أثار اندهاش كبير إن أبناء الصعيد المهمشين اللي قدر النظام السابق يكون بعيد عنهم كل البعد، اتفاجئت بمهندسة خريج جامعة المنيا بكالوريوس هندسة مدني، هي أصلا من الأقصر وخدت شهادتها من المنيا وجاية تشتغل في القاهرة. شيء صعب لما يكون شابة أو فتاة مصرية، هي أصلا من محافظة زي محافظة الأقصر، حصلت على بكالوريوس هندسة من محافظة المنيا وجاية تشتغل في محافظة القاهرة. فإن أنا أبني وحدات سكنية في محافظة الأقصر أو سوهاج أو المنيا، وشغل خريجين كليات الهندسة في المحافظة، وشغل الشباب الحاصل على المعاهد العليا والمعاهد المتوسطة، وكمش بس كده المهن الحرفية، يبقى أنا حبعت فتيل الزحمة، زحمة المواصلات وتكدس القاهرة والجيزة، بتنشيط كل محافظة على حدة. يمكن يكاد يكون هدفنا هدف نبيل، ان احنا نبني وحدات سكنية منخفض التكاليف لشعب مصر وحل مشكلة البطالة. ويمكن العنوسة وصلت ما يقرب من حوالي 9 إلى 11 مليون في الفترة الأخيرة، عند نسبة بطالة ما يقرب من حوالي 13% النهاردة. أنا عندي نسبة عشوائيات الناس اللي ساكنة في المقابر بحوالي 2 مليون مواطن، عندي 1700 مدينة عشوائية على مستوى جمهورية مصر العربية، عندما يقل عن 13 مليون مواطن مصري يسكن العشوائيات. عايز أقول إن أنا عايش على 7% من مساحة أرض مصر، وآن الأوان إن احنا نبني بلدنا. ويمكن اتأثرت تأثير كبير بالحادثة الأخيرة في سيناء، جميع الشهداء اللي راحوا دول ربما يكونوا هم أخواتنا، ربما يكونوا أولادنا. أنا كدوري كرئيس تحالف المقاولين المصريين والدولة كدورها كدولة، الدولة تحارب الإرهاب، وأنا كتحالف المقاولين المصريين أبني وحدات سكنية مخفض تكاليف، يكون هناك لمسة فعالة من تحالف المقاولين المصريين في ضخ استثمارات عديدة وتنشيط الاقتصاد المصري لجعل مصر في منظومة الاستثمار العالمي. ويمكن أنا المبادرة اللي أطلقناها، مبادرة حق في سكن، دي هدفها جمع تبرعات ما يقرب من حوالي 8 مليون استمارة لجعل قناة شرعية، يكون لدينا الأدوات الفعالة بإيجاد وحدة سكنية لكل مواطن يحمل بطاقة جمهورية مصر العربية. ويمكن تأثرت تأثير كلي لما تعلن وزارة الإسكان وحدات سكنية للوحدات السكنية المتوسط الدخل ب 400 ألف جنيه، بواقع 60 ألف جنيه والباقي بالتقسيط. لا بيكون الموظف ما يقرب من حوالي 3000 جنيه أو 10000 جنيه، 3000 جنيه يدفع قصة 1200 أو 10000 جنيه يدفع 4000 جنيه ودفعات ربع سنوية. أعتقد أن صدر القرار ده
لا علاقة له بجمهورية مصر العربية. مش عارف فين الناس اللي بتاخد 10,000 جنيه دي عشان تدفع 4,000 جنيه قسط شهري وياخد واحدة سكنية ب 400,000 جنيه. أنا ومعي جميع أعضاء تحالف المقاولين المصريين على قدم وساق، وننتظر الضوء الأخضر من سيادة رئيس الجمهورية لتفعيل المبادرة على أرض الواقع. مش بس كده، كمان إن احنا عايزين نقول زي ما قال السيد رئيس الجمهورية، أنتوا نور عينينا، عايزين نبعت له رسالة من داخل تحالف المقاولين المصريين باسمك رئيس تحالف المقاولين المصريين، زي ما أنت حضرتك قلت أنت نور عينينا، احنا كمان أنت كمان نور عينينا. احنا بنقدم وحدة سكنية مفتوحة لكل من يحمل بطاقة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، لكل شاب مصري، زي ما الشاب ليه واجبات، ليه حقوق على الدولة، ليه واجبات أيضا عليها. وأبسط حقوق الدولة على المواطن انه يمتلك وحدة سكنية. انا مش بديله الوحدة السكنية هباء، ده حقه، يمكن ابسط حقوقه. كل الاماكن حضرتك، احنا كتحالف بمجرد ما تخصصنا الدولة مساحات الاراضي على مستوى جمهورية مصر العربية، وده هيبقى في المدن الجديدة والظهير الصحراوي. طبعا احنا حاليا شغالين تحت الانشاء فرع تحالف المقاولين المصريين بالفيوم، واخر بصعيد مصر وبالتحديد في محافظة سوهاج، ويمكن الاسبوعين اللي جايين هيتم الافتتاح ليه، ويمكن واحد كمان تاني في الشرقية. عايزين نقول فاحنا في توسع، ربما يكون لنا ما يقرب من حوالي 3 شهور قدرنا نوصل للمراحل دي. بس انا هستغل شبكة يقين واقول ان احنا مستهدفين من وسائل الاعلام، هناك طمس لدور تحالف المقاولين المصريين من جهات ربما يكون معلومة او غير معلومة. اين الاعلام المصري من تحالف المقاولين المصريين؟ اين القنوات الفضائية من تحالف المقاولين المصريين؟ احنا بننشئ وحدات سكنية لشعب مصر، بنحل ازمة بطالة شعب مصر. احنا ملناش دور في الاحزاب او الحركات او اشياء من هذا القبيل.